بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وتولي وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي.